بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام. الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والزيارة المليونية التي تنطلق من مدينة كربلاء إلى مدينة سمرة. رافقونا، أنا محدثكم جاسم الطليحي. احنا بالنتيجة من أول رمضان بدأنا التسجيل، وخصوصا هذا العام الحمد لله كان منظم من كل الجهات، ومن ضمنها استخدمنا التسجيل الإلكتروني. وهذا التسجيل الإلكتروني حل مشكلة كبيرة هم للجماهير هم لإخواننا. المسافر قام يسجل هو ببيته، وأخواننا يرجلوا للبطاقة وهو في مكانه مرتاحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك خصصت لنصرة الإمامين العسكريين تحت شعار لبيك يا عسكريين، وهذه كلها بتوجيهات سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشرازي، قام بتنفيذها قسم العلاقات في قسم المرجعية وتحت إشراف سماحة السيد عارض نصر الله. طبعا البرامج تشوفون الآن أكثر من 350 سيارة، إلى تصل 375 باص، كلها متوجهة لنصرة الإمامين العسكريين. هالأمور هالقضايا كلها هو الربط المعنوي والروحي بالأئمة سلام الله عليهم لرفع هذا الوباء والبلاء، وتحت نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الأيام الأولى بدينا يمكن بخمس لو عشر سيارات، ووصلنا العام إلى 340 لو 330 منشأة ولله الحمد، يعني عبر عدد الزائرين إلى 15,000 زائر، وهذا ببركة الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وبتوجيهات السيد المرجع آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله، وبهمة أهل الحسين وأهالي كربلاء ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في أحد الحافلات لنقل الزائرين، معي أحد الزوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزيارة الأولى؟ الحمد لله هذه الأولى معكم. آلية التعامل وياكم في هذه الزيارة؟ الحمد لله يعني مبادرة طيبة من جنابكم الكريم، وإن شاء الله الأمور كلها طيبة وميسرة في خدمة الزائرين لزيارة الإمامين العسكريين عليهم أفضل الصلاة والسلام. زيارة واحدة كل سنة إن شاء الله نمشي، ونشكر جهود السيد شيرازين على هذه الزيارة اللي يقوم بها، ونسأل من الله أن يعود علينا بخير وسلامة، علينا وعلى أمة محمد بالخير والسلامة. وشكرا ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى مرحلة اللي هي مدينة بلد، الآن نحن في سيطرة شهداء بلد. جهود مثمرة في تنظيم هذه الزيارة، وهي الجهود الأمنية اللي هي ما ننسى جهودهم ودورهم بهذه القضية. كونوا ويانا حتى نتحدث مع الأخوة اللي أحد السيطرات اللي الأخ ناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، أهلا وسهلا. الله يوفقك، أهلا وسهلا بكم. أولا حتى فرقة قيادة حميات سامرة لسرايا السلام كان التنسيق عالي مع القوات الأمنية والعتبة الحسينية، منذ أمس كان الاتصالات جارية وكان الانتشار موجود على طول الطريق. سرايا السلام والقوات الأمنية إن شاء الله ما قصروا، وأهلا وسهلا بكم. الأخ هنا كذلك بالواجب، طبعا احنا من محافظه الديوانيه ومحافظات كل الباقيه قمنا بالانتشار لقوات سرايا السلام من تامين الطريق بالكامل. عدد الواجبات اللي قمتوا بها او الاستطلاع او الحمايه، ايش قد المسافه عن هذا الطريق؟ طبعا احنا تامينا من البارحه للزوار، تامين على طريق من بغداد الى سامراء وباتجاه السيد محمد بالطريق بالكامل لقوات سرايا السلام قياده عمليات سامراء.
مشاهدين الكرام ما من زائر إلا ويهفو قلبه إلى زيارة المراقد المقدسة. معي ضيف من خارج العراق قام بالزيارة بواسطة الحملة التي قامت بها مرجعية الشيرازية، وهو يتحدث عن هذه الزيارة. سلام عليكم. سلام من الله عليكم، تقبل الله صيامكم وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله والشكر، جئنا إلى مرقد الإمام السيد محمد سبع الدجيل معروف به، هو ابن الإمام الهادي وأخو الإمام الحسين العسكري وعم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا يوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، والحمد لله برعاية آية الله السيد محمد صادق الشيرازي. كأنما كل سنة كل عام هذا الشيء يصير، أنا حضرت هذا أول عام أحضر بهذه، وسعيد جدا بهذه المناسبة. وصلنا بسلام وأمن وأمان، وهذه الآلاف تتضرع لله في آخر جمعة إن شاء الله، أمن وأمان وعتق من النار، أن يحفظ العراق وأهله وسائر بلاد المسلمين. والله أجواء هذه الزيارة خاصية بأيام الحلوة بأيام الرمضانية، وبداية نشكر السيد الشيرازي على هذا المواقف مالته الحلوة، كل سنة يجدد لنا إياها. وهاي العالم حتى العالم الفقير يعني صراحة ما يقدر سنين ما يقدر تزور سامرة، يعني تحلم تزور، بس بفضلهم إن شاء الله العالم الفقير والهاية كلها قاعد تجي ويحول سيارات حتى المناطق. أنا بالنسبة لي من منطقة الحسينية، لازلنا أربع كوسترات الله يحفظه، وجابت العوائل هاي الفقيرة، وأكو عالم خطية تمنت تجي. يعني مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة، كنت أنا محدثكم جاسم الطليحي، والشكر الموصول للمصور علي المعملشي وحبيب الخرسان. حتى نلتقيكم وتغطية أخرى، سلام من الله عليكم.